وانتي شو اخترتي؟ اخترت الصف الاول. وقبل يعطيك الصف الاول يعني لانه بالعاده الصف الاول ما بيعطوا للمدرسين الجداد. قال قبل قال ما فتحت امه بحرف وقال لي اللي بدك اياه بصير. شوفي الدرسان شوفي. وبعدين شو صار؟ الف با تا 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 جيم جيم ها ها تا ها. جوز الله وكيلكم هلكني. صار سري مري لعندي على الصف. شي بده يجيب لي طبشور، شي بده يبدل لي مساحة اللوح. المذاكرات صار يصلحها عني، وكل ما غيب عن المدرسة يوقف بالصف ويعطي دروس عني. ورغم كل هالشي ضليت معه على الرسمي وما عطيته ريق حلو أبدا. إيه وبعدين؟ بعدين تطورت حالته وصار يلحقني على البسكليت كل ما أطلع من المدرسة ويزمر لي. ومو بس هيك، صار يروح ويجي على البسكليت من قدام بيتنا، وبروح عزمور وبرجع عزمور، لحتى تكاتروا علي أهل الحارة وصلخوه قتلي من كعب الدست. يا حرام، شو الحكي هاد؟ واخر شيء اجى مع اهله وطلب ايدي. امنا حطينا له قائمه طلبات طويله عريضه منشان نطفش ونخلص منه. قام يا حرام الزلمه وافق على كل طلباتنا وقال لي اللي بدك اياه بيصير. يعني الزلمه كان مستقتل كثير. المهم وافقت عليه وصار نصي. فعلا قصه جوازتك استثنائيه يا نسرين. ايه نجات صار دورك، احكي لنا بقى شو قصتك انت وسمير. على عيني. هذا يا جماعه أنا كنت موظفة ببنك، ولأجل الصدفة كان سمير له تعاملات مالية مع نفس البنك اللي أنا بشتغل فيه. وبيوم من الأيام إجا سمير على البنك، كان مستعجل كتير بده يسحب مليون ليرة بأي طريقة، يعني يظهر ما عنده وقت لحتى يوقف بالدور. وما لقيت لك يا غير قرب لعندي وبلش يتقرب مني. على يا أنسة، أنت بتقربينا شي؟ يعني أمك بنت خالة أمي شي؟ بعدين دجل لي إياها فرد دجة، إنه دخيلك ببوس إيدك اسحبي لي المصاري خليني أمشي. يعني بيني وبينكم انا من كتر ما شفته ملهوج شفقت عليه، قلت يلا حرام، سحبت له المصاري وعديت له اياهم واعطيته اياهم، يعني حبيت اخدمه. تقبريني يا نجات، طول عمرك قلبك طيب. لك ايه، بس من يومها وحياتي اللي خالقك ماني مفارقك، كل ما يمرق لعندي على البنك شي يجيب لي معه فطاير بجبنه، شي مناقيش بزعتر، يا اما يجيب لي كروت مسرحيه من هدول المسرحيات البايخه. شايفه يا نجات، الله وكيلك هالرجال بيحرموا الواحد يخدمهم.